اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عشاق السيارات. في حلقه النهارده باذن الله هجاوب على اكتر اسئله بتتسال الفتره دي، الا وهي اشتري سياره صيني ولا لا؟ طب لو اشتريتها هعرف ابيعها؟ طب لو جيت ابيعها هخسر فيها كتير؟ والسؤال الاهم طبعا، اشتري سياره صيني زيرو ولا كوري مستعمل؟ لو انت متردد في قرار الشراء وعايز تاخد قرار صحيح وسليم، تابع الحلقه دي للنهايه، واللي هنعرف فيها باسلوبنا السهل الممتنع وكل حياديه نشتري سياره صيني ولا لا. السيارات الصيني اللي اصبحت واقع مفروض على السوق المصري وكمان على السوق العالمي زي ما هنشوف في خلال حلقتنا. يلا بينا نبدا حلقتنا ونشوف ايه موضوع السيارات الصيني من طقطق. سلام عليكم، يلا بينا. خلونا قبل ما نجاوب على اسئله حلقتنا النهارده نراجع مع بعض تطور صناعه السيارات في الصين. الصناعة اللي برغم من حجمها العملاق اللي المفروض متوقع ان في خلال السنة الجاية الخبراء متوقعين ان هي هتكون رقم واحد على العالم في المبيعات، الا ان هي تعتبر من احدث الدول المنضمة لسوق تصنيع السيارات، حيث ان عمرها الاجمالي لا يتجاوز 50 عام في تصنيع السيارات النقل، وبالنسبة لسيارات الركوب او سيارات الملاكي لا يتجاوز 30 عام. يعني والمفاجأة هنا اللي حابب اقولها لكم ان مصر تعتبر بتصنع سيارات او بتجمع سيارات من قبل الصين، تخيلوا. ومع ذلك مصر وقفت، او الدول العربية اجمالا وقفت عند تجميع السيارات، الا ان الصين تخطت المرحلة دي. اولا بدأوا طبعا بان هم يصنعوا قطع غيار، بعد كده بدأ يجمع لماركات عالمية وكان اهمها شركة فولكس فاجن اللي عمل الشركات مع شركات صينية حكومية كتير وبدأت انها تعمل مبيعات رهيبة جوه الصين، ويمكن هو ده اللي نفعها حاليا مع الصينيين وده اللي محقق لها مبيعات كبيرة. وكمان بدأوا بعد كده ان هو يعمل لعبة جميلة قوي، ان انا ابدأ اعمل قالب خاص بيا صيني الشكل والتصميم، وابدأ ان انا اخد مواتير او اشتري مواتير جاهزة من متسوبيشي او مواتير من فولكس فاجن، وابدأ ان انا اخد انظمة تعليق برضو جاهزة وابدأ ان انا احطها على السيارات بتاعتي. بالنسبة للناس اللي بتشتري سيارات صيني فكانت دي تعتبر بتهيالي افضل فترة ليهم، لان انت بتاخد قالب جميل باوبشن كتير وفي نفس الوقت سعره مخفض قوي، والاهم ان القلب اللي هو الموتور والرجلين اللي هي نظام التعليق جايين من شركات محترمة وبتقدر ان انت تغيرهم في اي وقت بالمنتج بتاع الشركة الاصلية. طبعا دي كانت حاجة جميلة جدا بالنسبة للمستهلكين. الخطوه اللي بعد كده في التطور ان هو بدا ان هو ينسخ الحاجه دي بس بتصنيعه هو، يعني خلاص انا مش هشتري منك موتور، لا انا هبدا ان انا انسخ الموتور ده عندي. تمام، بدا هنا يحصل غلطات بسيطه او بدا الهفوات بقى بتاعه التصنيع، ولكن بدات برضو كانت فكره ان انا هقدر في اي وقت ان انا اشتغل الموتور ده وابدا ان انا احط موتور تاني مكانه يشغلني. دي خطوه. الخطوه اللي بعد كده او التطور اللي احنا عايشين فيه حاليا دلوقتي ان هو بدا ان هو يصنع السياره بالكامل من تصميمه هو، واللي انا بدات ان انا من خلال شغلي كفني صيانه سيارات ان انا كل شركه للسيارات او كل علامه بيبقى لها نمط معين في التصنيع بنبقى خلاص احنا فاهمينه. يعني الشكل ده مثلا بتاع جنرال موتورز بجميع منتجاتها هتلاقي فيها مثلا اي جي ار، كيا وهيونداي وميتسوبيشي مش بيعتمدوا القصه دي، لا بيعتمدوا فكره ثانيه. هتيجي تبص تلاقي ان كل شركه ليها نمط او كل شركه ليها بصمه. السيارات الصيني بقى لما تيجي تبص على المواتير الجديده، يعني مثلا العربيه البي واي دي الجديده دي، بقى بص على الموتور بتاعها وانا شغال فيه، في بقى من هنا على من هنا على من هنا، هو اخد من كل زي ما بيقولوا كده من كل فيلم اغنيه، المهم ان هو عامل تشكيله وحاططها عنده. طبعا هم دلوقتي في مرحله التعلم وفي مرحله ان هو بيجرب. المرحله دي يمكن مش حلوه قوي بالنسبه للمستهلكين، الا ان ماشي حالها السيارات ماشيه لحد الان بدون مشاكل كبيره. الخطوه اللي بعد كده ان هو يبدا ان هو يعمل، بدل ما انا بسرق تصميمات من الناس وبدل ما انا قاعد انسخ لده وانسخ لده، التطور الطبيعي بقى لما حجمي يكبر ان انا هبدا ان انا اعمل شغل خاص بيا، والمفروض ان انا اعمل بيوت تصميم. ولكن الصينيين كانوا اذكى من كده، لان هو عارف ان هو محتاج بقى مهندسين، محتاجين تدريب كتير، ومحتاج ان هو تراكم خبرات هو مش قده حاليا، لان ده برضه محتاج عمر. فبدا ان هو يلعب لعبه جميله قوي ومشى بالمثل المصري الشعبي اللي بيقول لك شريت العبد ولا تربيته، ما بقاش ان هو يربي، لا هو راح جاي بدا ان هو يستخدم الفلوس اللي باع بيها كتير جدا لكل الناس دي، ما صرفهاش ما فرحش بيها، لا راح خدها وراح اشترى شركات عريقه بدا يشتري فيها اسهم علشان يقدر ان هو يمتص التكنولوجيا بتاعتهم او يمتص تراكم الخبرات اللي عندهم ينقله عنده. الحاجه اللي ناقصاه هو عنده الحداثه وعنده التكنولوجيا، ولكن ينقصه تراكم الخبرات، ينقصه الخبره اللي هي بتيجي مع الزمن.
هي مش موجوده عنده، فبدا ان هو يشتري لنفسه تاريخ، يجيب تاريخ جاهز ويبدا ان هو ينقله عنده، زي طبعا ما شفنا شركه جيلي اللي اشترت اسهم في فولفو، اللي اشترت اسهم بروتون الماليزيه، اللي اشترت تقريبا 51% من اسهم شركه لوتس الانجليزيه، اللي في اخر صفقه وكانت صدمه في سوق السيارات او لمحبين او متابعين السيارات على مستوى العالم كله، انها اشترت كمان 10% من اسهم شركه مرسيدس، ودي كانت صدمه كبيره قوي. ولكن الناس دي شغاله صح، الناس دي بتتقدم، وتعتبر سوق السيارات في الصين هو الاسرع نموا في العالم، يعني في خلال 30 سنه ان انت توصل ان انت تبقى التوب بتاع العالم، دي كانت مفاجاه كبيره جدا لكل عشاق السيارات حوالين العالم. المهم طيب، احنا دلوقتي كده شفنا نظره سريعه على الشغل بتاع الصين او تطور الصناعه بتاعتهم، طب هم وصلوا فين حاليا؟ تعالوا معايا نراجع الاحصائيات دي ونشوف صناعه السيارات في الصين وصلت لايه؟ الصين حاليا هي السوق الاكبر انتاجا للسيارات في العالم بواقع 24 مليون سياره. الفكره كمان مش في ضخامه الرقم، الفكره في ضخامه الفرق ما بين الرقم ده والرقم او الترتيب رقم 2 اللي هي اليابان 8 مليون و35 من 100، معنى كده ان انتاج الصين 3 اضعاف انتاج اليابان حاليا. 5.65 من 100 مليون سيارة إنتاج ألمانيا، 3.74 من 100 كوريا الجنوبية، 3.3 من 10 أمريكا، معنى كده إن الصين دلوقتي 7 أضعاف إنتاج أمريكا من السيارات، طبعا تقدم رهيب. من ناحية كمان السوق شرائية أو من ناحية شراء السيارات، فتعتبر الصين هي الأول حاليا برضو بواقع 28 مليون سيارة، رقم 2 أمريكا بواقع 17 مليون سيارة، بعد كده اليابان 5 مليون، ألمانيا 3.7 من 10، الهند 3.2 من 10 مليون سيارة. ده كده بالنسبة لسوق السيارات العادية. بالنسبة لسوق السيارات الكهربائية فبرضه لا زالت الصين هي الأول في الإنتاج، وتعتبر هي دلوقتي الدولة الأكثر إنتاجا في العالم للسيارات الكهربائية، وحتى على مستوى الشركات فتعتبر شركة بي واي دي، وكانت برضه بالنسبة لي مفاجأة كبيرة، هي الشركة الأكثر إنتاجا للسيارات الكهربائية حول العالم، حتى يمكن كمان أعلى من تسلا الأمريكية. ومن ناحية السوق الشرائية للسيارات الكهربائية فبرضه الصين هي الأول في شراء السيارات الكهربائية، ده طبعا غير إن الصين حاليا بتمتلك الرقم القياسي لأسرع سيارة كهربائية في العالم ذاتية القيادة. طبعا انتوا بتتفرجوا على الحلقة دي اللي هي في الرابط اللي ظهر قدامنا دلوقتي، حلقة مميزة جدا وهتستمتعوا بيها عن أسرع سيارة كهربائية في العالم ذاتية القيادة اللي هي نيو اي بي 9، السيارة الصينية بالكامل. الصينيين طبعا ناس جامدين جدا بالنسبه، لان هم شخصيا انا بيخوفوني، لان انت لو جيت تركز الناس دي بتاكل اي حاجه على وجه الارض، ما فيش عندهم اي حاجه، لا ما فيش عندهم رحمه، وفي نفس الوقت عندهم قوه تحمل كبيره، مش هنقول القوه الجسديه جامده، هو مش فكره ان هو بيشتال كام كيلو، لا بس هو بيمشي بيهم كام كيلو. الناس دي تطورت تطور رهيب، الناس دي بعد ما ضربت مبيعات السيارات في العالم كله بدات ان هي تغزو اوروبا، ومش غزو كمان مبيعات بس، لا بدأت انها تغزو اوروبا كمان في انشاء مصانع في اوروبا نفسها، بدأوا يضربون في عقر دارهم، بدأت شركة جريت وول الصينية وشركة سور الصين العظيم بدأت انها تنشئ مصانع تصنيع للسيارات ذات السعر المنخفض في بلغاريا في قلب اوروبا، بحيث انها تقدر تبيع لدول اوروبا الشرقية من قلب المصانع عندهم ومن قلب بلدهم. طبعا برضو دي كانت نقطة تطور كبيرة تحسب للسيارات الصيني. بالرغم من كل ارقام المبيعات والانتاج والتطور الرهيب والارقام اللي هي المخيفه اللي احنا سمعناها دي، الا ان هل السؤال هنا، هل السيارات الصيني هي الافضل عالميا عشان كانت بتحقق افضل مبيعات؟ لا. الفكره هنا ودي كانت الاجابه الصادمه، ان هم لعبوا لعبه جميله، قال لك انا هعمل لك اوبشن حلو، اوبشن كتير قوي بشكل جميل بس بجوده متوسطه وبسعر زهيد، ودي كانت اللعبه اللي هم لعبوا عليها، ومن هنا بداوا ان هم يضربوا سوق السيارات في العالم كله، لدرجه ان هم حطوا السيارات الاوروبيه ما بين المطرقه اللي هي طبعا الصيني، وما بين السندان اللي هي السيارات الكوري اللي اكلت جزء كبير قوي من مبيعات السيارات الاوروبي اللي كانت لفتره كبيره هي السيارات الامريكي اللي طبعا متحكمه في العالم، وطبعا من بعدهم السيارات الياباني. السيارات الياباني دلوقتي بدات ان هي تتدمر خالص، لاحظوا ان شركه متسوبيشي بدات انها تفلس واتباعت لنيسان، شركه نيسان مش عارف مين اشتراها، المهم ان الشركات كلها بدات ان هي الشركات الياباني تنزل خالص، مبيعاتها بتقل وفي انهيار، الشركات الصيني طالعه، ومع ذلك هم زي ما قلنا لعبوا اللعبه بتاعت السيارات المخفضه السعر، لذلك بدات
يعني مؤخرا الشركات الاوروبيه تفوق لنفسها وبدات انها تحاول انها تغزو السوق ده، او انها تحاول تعوض ما فاتها، زي بيجو لما عملت 301، او ستروين لما عملت سي ال زي. بدأوا ان هم يبصوا لقطاع السيارات الاقتصاديه، السيارات اللي اغلب الناس تقدر تشتريها، عشان يبداوا يلحقوا نفسهم، الا ان هم وصلوا متاخر، والصين تقريبا تعتبر مسيطره على السوق ده، خاصه في الدول الناميه والدول اللي هي متوسطه الاقتصاد، الناس اللي مش بتدور على اعلى جوده او اعلى تكنولوجيا او اعلى امان. طيب دلوقتي خلونا بعد ما شفنا الموضوع بتاع السيارات الصينيه كلها، تعالوا ناخد رايي الشخصي في موضوع السيارات الصيني، ونجاوب على الاسئله اللي طرحناها في اول الحلقه. هل السيارات الصيني هي الاعلى جوده في العالم؟ لا، حتى الان لا. ده رايي شخصي طبعا عشان محدش يزعل مني، ولكن هي فعلا ليست الاعلى جوده حتى الان. هل هي الاعلى امانا؟ برضو لا، برغم ان هي بدات انها تعمل اختبارات امان، وبرغم ان هي فعلا تطور كبير قوي سريع في حته الامان، الا ان هم علشان يخفضوا سعر الانتاج، فهم بيعملوا شاسيهات معدن فيها صلب اقل شويه، علشان يقدر ان هو يخفض التكاليف الانتاج، ويبدا يديك عربيه رخيصه، ففي نفس الوقت بتبقى عربيه غير امنه في التصادمات الكبيره. ولذلك يمكن اغلب السيارات الصينيه مش بتنجح في اختبارات التصادم الاوروبيه، ليهم اختبارات التصادم الصينيه لوحدهم، بتبقى معايير الامان فيها اقل شويه، السرعه فيها اقل شويه، بيبداوا ان هم يظبطوا نفسهم فيها، الا ان هم ليسوا الامن حتى الان. طيب هل هم العمر الافتراضي الطويل، او هل هي السياره اللي هي العمر الطويل، ان انا هجيب عربيه ليا وللزمن، يعني زي ما كنا بنعمل في عربيات الفيات زمان مثلا، ان في عربيات فيات لسه شغاله في مصر انتاج 73؟ لا، الكلام ده برضو ما اظنش ان هو موجود حتى هذه اللحظه. برضو هنجاوب بقى على الاسئله بتاعتنا، الاسئله هل اشتري سياره صيني ولا لا. اشتري سياره صيني في حاله ان انت هتجيب عربيه تحافظ عليها، محتاج عربيه حلوه وجميله، اوبشن عالي وسعر معقول، وفي نفس الوقت مش هتبهدلها، لان هي مش بتاعت بهدله، مش بتاعت غرز، لان برضو الثبات بتاعهم حتى هذه اللحظه، انا ما ركبتش سياره صيني اسمها الثبات الخرافي، لا ثباتهم معقول. برضو زي ما قلنا مفيش الامان الجبار، مفيش برضو المواتير اللي هي بتاعت العمر الطويل. فلو انت استخدامك استخدام جيد، او استخدام ان انت بتحافظ وبتتابع صيانات، هات السياره الصيني. بتبهدل؟ لا، ما تتلزقش فيها حتى هذه اللحظه، معرفش بكره في ايه، الناس دي بتتطور برضو بسرعه. بس برضو هنا يعني راي شخصي برضو، ان هم لو وصلوا لمرحله ان هو يبدا يعمل لك سياره امنه وعمر طويل افتراضي، ويبدا يعمل لك سياره مظبوطه بقى، صح زي ما الكتاب بيقول، اكيد مش هيفضل محتفظ بالسعر الرخيص ده، اكيد هيبدا سعره يطلع، زي ما في ماركات دلوقتي في الصين بدات فعلا تعمل جوده عاليه قوي، وبدات فعلا اسعارها تكون معديه، لذلك مش بتنزل في الدول العربيه بتاعتنا، ومش بتنزل في مصر حاليا. يعني في عربيات صيني غير اللي احنا بنشوفها خالص، جوده عاليه وبتفرج عليها النت حاجه جامده جدا، بس مش بتنزل لنا، لان فعلا هيبقى سعرها خابط في سعر العربيات الياباني والكوري، بدا ان هو زيهم او يتخطاهم. فانت خلاص انت هتجيب سياره صيني ليه؟ في الاخر هي اسمها ايه؟ سياره صيني. طب انا اجيبها ليه بالثمن ده؟ لا، انا اجيب كوري او ياباني، صح؟ ده الفكر حاليا، ولكن طبعا الفكر ده هيتغير الفتره الجايه. طيب ايه كمان؟ هل هي مبيعاتها لما اجي ابيعها مستعمل هخسر؟ ما فيش عربيه ما بتخسرش، ولكن السوق المصري تحديدا العربيات فيه غالبا ما بتخسرش، يعني ايا كان العربيه او السياره اللي انت بتشتريها وبتبيعها، مع الارتفاع بتاع الاسعار، ارتفاع الاسعار بيبقى سابق خساره الموديل. فانت هتيجي تلاقي نفسك ان اللي شاري سياره صيني، مش هقول لك اي ماركه تانيه، صيني مثلا اسبرانزا 516 من بدايات ما كانت بتتباع مثلا، هيلاقي نفسه ان هو بيبيعها النهارده بثمن اغلى من ما هو كان شاريها زيرو. طيب اشتري عربيه ايه او سياره صيني ايه من اللي موجود في السوق؟ لا، السؤال ده بقى الاجابه عليه في الحلقه دي، اللي انا شارح فيها ازاي تختار سياره صيني من المعروضين في السوق. يعني مثلا في قدامي دلوقتي 20 ماركه بنفس مستوى او منسوب السعر اللي انا محدده لنفسي، ومش عارف اختار مين فيهم. انا في الرابط ده محدد لك المعايير اللي انت بتلجأ ليها علشان تحدد انت هتشتري سياره صيني من اي نوع، انما في حلقه النهارده بقول لك تشتريها او ما تشتريهاش. طيب اشتري بقى سياره صيني زيرو، ولا كوري مستعمل، ولا ياباني مستعمل؟ زي ما قلنا، لو انت هتحافظ هات العربيه الصيني الزيرو، هتريحك وهتدلعك بالاوبشن اللي فيها. طيب لو انت هتبهدل، لا، روح هات مستعمل. طيب لو انت بتفهم في شراء المستعمل، هات مستعمل. لو انت ما فيش عندك خبره وممكن تروح جايب عربيه مستعمله وتيجي تبص تلاقي نفسك جايب عربيه فيها مشكله كبيره، لا، خليك في الزيرو وخليك في الامن. انا يمكن طولت عليكم شويه، انا اسف، ولكن كانت حلقه مهمه جدا، وجاوبت فيها على شويه اسئله مهمه، وعلشان بعد كده حد يسالني السؤال ده اقول له اتفرج على الحلقه. اتمنى انها تكون عجبكم، واتمنى ان انتم تشاروها في كل مكان. لو عندك اي اسئله اكتبها لي في التعليقات، وطبعا اتمنى ان انت اول ما تشوف الفيديو لو عجبك دوس اعجاب واكتب لي تعليق يشجعنا ان احنا نستمر، وساعدني في النشر ده طبعا بالنسبه لرجاله القناه، وحاولوا ان انتم تفعلوا رمز الجرس.
بالنسبة للناس المشتركة معانا لأول مرة، حاول إن أنت تشترك معانا لأن القناة فيها فيديوهات مفيدة جدا. تقريبا إحنا تخطينا حاجز ال 300 فيديو، فحاولوا تتفرجوا على الفيديوهات القديمة وتابعونا في الجديد، وأشوفكم على خير بإذن الله في حلقات جاية كتير وفي أفكار أكتر. سلام عليكم.